اهلا مغزلات ديالي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واخا تشوفوا لي في الكوزينه اليوم ما غاديش نطيبه، غادي نعتنيو بالذات، غندير لكم اليوم فيديو. مهم اول حاجه غادي نديروا وصفه اللي كنديرها انا في فتره الحمل. وجدت هنايا كل شيء، وصفه رائعه جدا لتفتيح البقع الداكنه واللي كتفتح لنا لون البشره، يعني سواء من مورا هذا الصيف كنا متعرضين لاشعه الشمس، سواء بلا بيسين ولا بالمسبح ولا البحر ولا كنا كنديروا فوندو تان كنخرجوا الشمس، يعني ملي كيوليو وجهنا كله مبقع، يعني من مورا الصيف، من مورا العطله، من مورا هادشي كامل، مع البدايه ديال الخريف اللي تبعنا على هاد الوصفه هذه اللي مهم فيها واحد المكون اللي عنصر اساسي اللي تيفتح لنا لون البشره، وفيها مكون اخر اللي تعطينا واحد شويه بشره تكون نضيره وفيها تتبان مشرقه، يعني حتى البشره تكون فيها اللون ديالها شاحب. غتنفعوا بزاف بزاف هاد الوصفه هذه، والمكونات اللي غندير فيها واللي غتشوفوا معايا زوينين بزاف. والحاجه الثانيه اللي غنهضر لكم عليها كذلك اللي سولتوني عليها بزاف بزاف اللي هو الشعر. شفت في الفيديوهات الاخيره بزاف منكم اللي كتبوا لي انه عجبكم اللون ديال شعري، بزاف ديال الناس كتبوا لي اكرام شنو درتي لشعرك. المهم انا سبق وديتكم معايا نهار درت لي ميش، شعري دايره ليه لي ميش ومكتراهم، ولكن كيفاش تنحافظ على هاد لي ميش هادو باش ما يوليش فيهم الريفليكس بالاورانج او لا بالصفر، يعني كيفاش تنحافظ على اللون ديال شعري باش يبقى بلوند، باش يبقى يعني زعر ولا يبقى بحال هكا في لون ذهبي وما يمشيوش ليا الريفليكس اللون البرتقالي ولا اللون الاحمر ولا اللون اللي تيكون داك الصفر المشعشع كما تنقولوا. غادي نوري لكم اشنو هما الحوايج اللي كندير ليه، سواء الطبيعيه سواء الحوايج اللي كنعتني بشعري بهم من شامبو والبلسم. المهم اول حاجه غادي ندوز ونوري لكم تحضير طريقه تحضير الوصفه، وبعد ذلك ملي نطلعوا نصاوبوا الوصفه غادي نوريكم كاع داك الشيء اللي خاص بالشعر، وكذلك غادي نقول لكم ولا غادي نجاوب واحد الفئه ديال البنات كانوا تيسولوني على الشعر الدهني اللي تيدهن بسرعه واللي تيدير رائحه كريهه في الشعر، يعني تتكون فيه واحد الريحه تدير لنا ريحه مورا يومين ثلاث ايام ما غسلناش تتولي فيه الريحه. غادي نقول لكم الحيه اللي ممكن ديروا للشعر، لحقاش انا عندي الشعر دهني اشنو هما الحيه اللي كندير شعري باش يبقى نقي مده طويله، وكذلك شنو هي الوصفه اللي ممكن ديروا بالنسبه للناس اللي فيهم كما تنقولوا حنا ديك ريحه الراس، سواء كانوا دراري سواء كانوا بنات، يعني واحد الاعشاب مع بعضياتها غادي نقولها لكم وتيطبخوا في الماء وكتشللي بهم شعرك اللي زوينين بزاف. المهم دابا غادي ندوزوا اول حاجه لطريقه تحضير الوصفه ديال الوجه. المهم بنات كيف ما كتشوفوا معايا هنا هادو هما المكونات اللي عندي. عندي هنا كما كتشوفوا النعناع، النعناع رائع جدا، هو النمر واحد اللي كيعطينا واحد الاشراقه في البشره، وغادي يتوالم لينا كذلك مع النوعيه ديال الدقيق اللي غادي نستعمله. هنايا عندي طروفه ديال الخيار كذلك، يعني الا كانت البشره فيها شي حروق ولا الا كانت البشره يعني تحسات لينا في فصل الصيف، تحسات لينا بقوه الحراره وقوه الشمس وقوه الكريم سولير اللي كنستعملو، المهم هذا الشيء بحال غادي يهدئ لينا البشره. الحامض كذلك ولكن نستعملوه بحال يعني بشويه، اللي عندها البشره حساسه بزاف فيعني تعتدل في الحامض ما تعصرش منه بزاف. وهنايا كيف ما كتشوفوا عندي الدقيق ديال الزرع، يعني دينكل فول كورنميل، يعني هاد الدقيق ديال الزرع بحال هكا تيكون اللون ديالو بحال غادي للرمادي، الدقيق ديال الشعير اولا ديال الزرع. المهم بالالمانيه سميتو دينكل فول، المهم دينكل كامل فول كورنميل يعني كامل بالنخاله ديالو بكلشي ديالو تيكون بحال هكا. المهم البنات ما تطحنش ليا هادشي مزيان، غادي نعاودو بهاد الفروسه من الاحسن. المهم البنات كيف ما شفتوا ديك القطعه الاخرى لانه كانت الكميه قليله ما طحناتش ليا داكشي مزيان، فعاود درته بديك الفروسه بحال هكا باش يخرج ليا حتى الماء كيف ما كتشوفوا. اما غادي ناخذوا هادشي وغادي نصفيوه مزيان وناخذوا الماء ديالو ونخلطوا، اما نديروا كلشي، انا غادي ندير كلشي، يعني لا داعي انني نجلس هنايا نبقى نصفي حتى سمعتوا، نبقى نصفي في الخليط. غادي نزيد كيف ما كتشوفوا معايا هنايا شويه ديال العصير الليمون كذلك من اروع ما يكون في تفتيح لون البشره، وغادي نضيف هنايا كما كتشوفوا معايا شويه ديال الدقيق ديال الزرع. المهم البنات حصلنا على هذا الخليط بحال هكا كيف ما كتشوفوا. المهم الدقيق ديال الزرع، الدقيق ديال الزرع معروف بزاف، وراه سبق لي شاركت معكم في واحد الوصفه تقريبا شي عام ونص هذه ولا اكثر، كنت درت فيه غير النعناع والحامض والدقيق ديال الزرع، فدابا زدت الخيار على حسب انه يهدئ لنا البشره، وكذلك الخيار منظف طبيعي تعطي واحد النظره للبشره، للبشره اللي كانت عيانه وفيها واحد اللون شاحب ولا تتبان مهلوكه نقولوا حنايا، كيعطي واحد شويه واحد الرونق واحد النظره ليها. بالنسبه للدقيق ديال الزرع زوين حتى الاثار،
اللي تيكونوا ديال الحبوب، يعني شي طراز ديال الحبوب قديمه، الطبايع كما بغا يكونوا عندهم فعاليه شي شويه اكثر. بالنسبه للدقيق انا تنقول لكم سواء الدقيق ديال الشوفان، سواء الدقيق ديال الارز، سواء الدقيق ديال الحمص، معروفين جيدا بتفتيح لون البشره. المهم بنات بالنسبه اللي سولوني على حساب شعري، بالنسبه المهم دابا انا ما غاديش نغسل شعري دابا، غادي نقول لكم من طبيعه الحال الحاجه الطبيعيه اللي كندير ليه، اللي هي المهم كما كتعرفوا كاملين الزهور او البابونج او الكاموميلا، هذه كنطبخها في الماء مع شويه ديال القشور ديال الحامض، شويه ديال القشور ديال الحامض والحامض شويه معصور، كنديرها في الماء كنطبخها كنشلل شعري بها، قدرت تخليوه وتبقاو في الريفليكس ديال الشمس، هذا كيساعد ان اللون تزيد يتفتح مزيان وكيولي فيه واحد اللون ذهبي. المهم بلاد دابا نطلعوا نديروا الوصفه ونقول لكم الوصفه اللي رائحه اللي فيه ريحه الراس ولا رائحه الريحه اللي تدير الشعر، وكذلك نوريكم المنتوجات اللي تندير باش يبقى لي اللون ديال الشعر ذهبي وما يمشيش ليا يدير لي يعني ريفليكس اللي بالاورانج او لا بالبرتقالي. المهم بنات كما تنقول لكم دائما قبل ما ندير شي وصفه او ماسك على البشره ديالي ضروري جدا ندير واحد المقشر او نقشر البشره، اما بمقشرات طبيعيه اللي سبق لي وشاركت معكم منها بزاف في الفيديوهات السابقه، او لا شي مقشر من داكشي الجاهز. المهم نتوما على حسب اللي عندكم، انا سبق لي وريتكم بالنسبه للناس اللي عندهم البشره حساسه ولا كيعانيو من الورديه ولا يعني عندهم رصاصات شيه في البشره ديالهم، كاين المقشرات اللي كتكون خاصه ومتيستيا ديرماتولوجيكامين، زعما ديرماتولوجيكم متيستيا انها يعني ما كتاثرش على البشره تكون حساسه، ولا كما قلت لكم فيها حساسيه زائده ولا تكون تحت فيها احمرار بافراط بحال البشره اللي قلت لكم تيكون فيها الورديه او الرصاصات شيه. كاين بحال هاد المقشر اللي سبق لي وريتو لكم، راه تيتباع متواجد في المغرب من هاد لامارك ديال لاكور، اللي زوين ورطب وما كيقشرش بزاف يعني بالنسبه للبشره اللي حساسه واللي جافه، فزوين بزاف راه سبق لي وشاركته معكم في واحد الفيديو سابق. وبالنسبه هنايا في المانيا انا صراحه حتى هذا ديال الالدي تيعجبني ورخيص وما فيهش زعما شي انغريديانت اللي خايبين ولا شي حاجه اللي تخافوا منها، كنديرو مع شويه ديال القهوه لحقاش ما كيبردش ليا القلب بوحدو، لا بغيت شي تقشير نتعامل تندير هذا كنضيف عليه شويه ديال القهوه وكنقشر به، ولا بيلينغ من اي ماركه ممكن، هذا ديال الفيردي كاين بزاف ديال لي مارك، نتوما شوفوا البيلينغ شوفوا دائما تبقاو تراقبوا لينجي او الانغريديانت ديال الحوايج ما يكونوش يعني فيهم مواد اللي مضره بالبشره، المهم ماشي موضوعنا اليوم على المواد المضره بالبشره باش نكملوا. المهم انا سبق لي ودرت التقشير قبيله ماي نحرفقت درت المقشر، يعني البشره ديالي نظيفه ما فيها حتى شي حاجه، غادي نطبق عليها دابا الوصفه وغادي نوريكم حتى واحد الامبولات اولا واحد الابر غندهن بهم وجهي من مورا الماسك، غنوريهم لكم بحال جبتهم باغا نجرب ديجا مجربه ديال دي ام، ودابا غادي نجرب هادو اللي من روسمان حتى هما امبولات صغار غادي نوريهم لكم طبعا. ولكن المهم قبل ما ندير الوصفه باش يعني يكون المحتوى اللي باغا نوري لكم كله قريب قريب في الفيديو، يعني ماشي ندير الوصفه عاد نخليكم تسناو على حسب الشامبوات اللي قلت لكم بلاتي بدا نجيبهم ونجي. انا عندي جوج هادو كنت خديتهم من المحل نفس المحل اللي صاوب ليا لي ميش، من نفس المحل اللي صاوبوا ليا يعني لي ميش ملي مشيت عندها، هذه واحد الماركه سميتها ماتريكس ولكن راه ما متواجداش في المحلات يبيعوها غير هما، ما عمرني زعما ما صادفتها انني شفتها في شي محلات. الحاجه الوحيده اللي خايبه في هذه الماركه هذه، المهم انا ما كنتش معوله عليها، يعني الا كنتو كتغسلوا شعركم واحد المده ديال ثلاثه المرات في الاسبوع ما ننصحكمش بالنسبه لهاد الماركه هذه، ما ننصحكمش تغسلوا بها ثلاثه المرات في الاسبوع ولا تعولوا عليها كحاجه باز، لحقاش فيها كيف ما كنشوف هنا في الانغريديانت لقيت في بان فيها بيغ وفيها لي بيغ، المهم ماشي بزاف ديال لي بيغ، ولكن الحاجه اللي ما عجبتنيش ان في المكونات الاولانيه يعني من بعد السطر الثاني في اول يعني الكميه ديالو غتكون كبيره من طبيعه الحال، اللي هو الاموديميتيكوني اللي هو واحد الزيت سيليكوني دايرينه هنا ودايرينه حتى في البلسم، يعني هادو بجوج فيهم السيليكون ولكن يعني كايفيكت باش يحافظ لكم على اللون ممكن تستعملوه يعني واحد المره في الاسبوع فمزيان. المهم انا هذا قريب يسالي وشريت واحد اخر، لقيت واحد اخر للشعر البلوند وما فيهش السيليكون، انا غادي نوري لكم لقيته في كاين في روسمان في مولر وفي دي ام. المهم هادو هاد الماركه هذه ديال ماتريكس كما قلت لكم من عند نفس الحلاق حوالي شي تقريبا شي 20 اورو بجوج ولا ما كاملاش 20 اورو، يعني الشامبو بشي 8 والبلسم ب 10 ولا ما بقيت عاقله بالضبط، ولكن تقريبا شي 20 اورو ما كاملاش 20 اورو حتى 20 اورو بجوج. بالنسبه للشامبو الاخر، المهم بالنسبه لهاد الشامبوات بعدا نوري لكم اللون ديالهم كيفاش تيكون،
هو الدور ديالو تياخد لك يعني كاع اللون اللي تيكون ملي تيبدا اللون تتكوني دايره صباغه باللون الذهبي اولا بالبلوند دايره شعرك زعر تيبدا غادي يصفر. هاد الشامبو هذا الدور ديالو انه تيمتص لك كاع دوك لي ريفلكس تيكونوا اورانج تيحيد لك اللون تيخليه يبقى يولي غادي في الاتجاه ديال البلاتين ما تيبقاش غادي في الاتجاه ديال الاورانج ولا الصفر بحال هكا داير يعني اللون ديالو بحال هكا كما كتشوفوا بنفسجي يعني كافي منه غير واحد شويه تغسلي به شعرك تخلي واحد دقيقه تقريبا تماصي به مزيان الشعر ومن بعد تديري البلسم ديالو في الاطراف حتى البلسم ديالو عنده اللون تقريبا بحال هكا شويه فاتح على هذا ولكن كما قلت لكم فيه السيليكون اللي ما نقدرش ننصحكم انكم تغسلوا به يوميا الا كنتو كتغسلوا شعركم يوميا او يوم واو يوم لا. وبالنسبه للشامبو الثاني اللي عجبني لقيته في روسمان انا شريته من روسمان ولكن راه كاين حتى في الدي ام وكاين حتى في مولر هو هذا ديال سويس اوبير المهم راه غادي تكونوا لاحظتوها بالنسبه للبنات اللي هنا في المانيا و يعني كيقلبوا على شي شامبو اوني سيليكون بالنسبه للشعر البلوند لحقاش اغلبيه ديالهم تيكون فيهم السيليكون هاد لي شامبو باش يحافظوا لك على اللون الا كنتي صابغة شعرك بالزعر اولا كما تنقولوا بالبلوند كاين هذا شامبو هذا بلسم المهم راه مكتوبه فيه هنايا سيلفا تيخلي لك هو راه على حسب الناس اللي فيهم داك الشيب وتيكونوا صابغين شعرهم داك اللون الرمادي وتيبغيو يحافظوا على داك الريفلكس ديال داك الرمادي الزوين بالنسبه للناس اللي تيخليو الشيب وغير تيديروا عليه صبغه فيها النيت سيلفر اولا فيها النيت اللون ديال الشيب تيعاونوا بهذا الشامبو تيبقى الشيب هو النيت وزوين تيبقى فيه واحد اللون زوين ولكن راه زوين حتى الشعر اللي تيكون بلوند يعني حتى الشعر راه مكتوبه هنا انتنسيف فليغي في بلوند او دا غراويس هاري يعني هذه يعني واحد لاكو بالنسبه للشعر اللي تيكون بلوند ولا تيكون غري يعني الشعر غراويس هاري الشعر اللي فيه الشيب ولا الشعر اللي مصبوغ بالغري المهم هادو بجوج حتى هو نفس الشيء كما كتشوفوا اللون ديالو نفس الشيء الله يا دابا بدات تسيح القرعه اللحسه نفس الشيء وحتى البلسم هذا باش عجبني ما فيهش السيليكون يعني ممكن تعتمدي عليه في الغسيل ديالك دائما سواء سواء البلسم سواء الشامبو المهم بنات هذا بما يخص الشامبوات هاد لي شامبو كيخليو شعرك انه يمشيش يبقى غادي يولي ليموني ولا يولي صفر تيخليو الشعر ديما يبقى غادي ويتفتح تيبدا غادي اللون ويتذهب يولي ذهبي وتيولي زوين بالنسبه للناس ولا البنات اللي سولوني على شي وصفه او شي حاجه على حسب الرائحه ديال الشعر الحاجات اللي خاصكم تعرفوا الا كان شعركم دهني بواحد الدرجه يعني تيطلق الدهون بسرعه وتيدسم بالزربه ما تغسلوش بالماء السخون لحقاش الماء السخون كيجفف الفروه ملي كتجفف الفروه باش تحمي راسها شنو كدير كتفرز دهون اكثر من داكشي اللي محتاجاه وتيولي الشعر مزيت كتزيت بالزربه يعني احسن حاجه الكاميرا كتسجل جيبي لي داكشي تي لامبي بالاحمر قلت لكم احسن حاجه للشعر اللي تيكون تيدهن انه نوصلو بواحد الماء يكون غادي البارد يعني هذا كيخلي انه المسامات ديال الفروه كيتسدوا وتتبقى الفروه يعني ما كتحسش لينا بالسخونيه ديال الماء وتيبقى الشعر نظيف لمده اكثر وما تبقاوش تحطوا ديما تبقاو تقيسوا شعركم لحقاش داك تبقاي تهضروا تقيسوا شعرك حتى اليدين تيكونوا مسخين وتيتوسخوا دغيا واحد لاستوس ولا واحد الحيله اللي ممكن ديروها كذلك الا كان شعركم كيدهن بالزربه هو في الشامبو ديالكم تضيفوا واحد الملعقه ديال البيكربونات الصودا هذا كيخلي الشعر انه يبقى نظيف لمده طويله جربوه وقولوا لي الاخبار هذه القضيه ديال ضيفي بيكربونات الصودا على الشامبو ديالك بالنسبه اللي شعرهم دهني رائعه جدا غادي تعجبكم انا اكيده ضيفوها وخلطوها مع الشامبو وغادي تشوفوا كيفاش الفروه غتبقى ناشفه ما غاديش يتوسخ لكم شعركم بسرعه بالنسبه للناس اللي تيعانيو من الرائحه في الشعر يعني راسهم تولي فيهم ريحه الراس المهم بالنسبه لواحد الطبخه او لواحد واحد الطنجره تنديروا فيها بعض الاعشاب ودوك الاعشاب كنغسلوا شعرنا اولا كنشللوا شعرنا فكتساعد بزاف بزاف ما تبقاش شي ريحه في الشعر اللي هي كديري فيها شويه ديال البابونج وتديري فيها كذلك شي عويدات ديال القرنفل اولا القرنفل يمكن حتى باللغه العربيه العود ديال القرنفل ومن بعد كديري فيها كذلك شويه ديال الخزامه راكم عارفين اللي هي الافاندر بالنسبه للبنات اللي ما كيفهموش المغربيه وكديري فيها شويه ديال الورد كذلك الورد البلدي داك اللي كنستعملوه حنايا في المغرب صافي كطبخي هادشي مزيان الا بغيتو تضيفوا واحد العرش ديال ازير الا كان تيتساقط لكم الشعر فهذا كذلك كيساعد ضد التساقط ديال الشعر وكذلك انتي باكتيريكو الازير ولا زيت ديال الازير صافي كديري هادشي كامل في طنجره كطبخيه كتاخدي داك الماء ولا تخبي عليه الماء طيب وتخليه يطلق وحده في جوج
صافي كتشلي بيه شعرك وكتخلي. كذلك رائع جدا للناس اللي عندهم فروه ديال الراس ويعني فيها الريحه، ولا البنات اللي كيديروا الحنه للشعر ممكن ديروا هذا الخلط، الحنه تخلطوها بهذا الماء اللي فيه هذه الاعشاب مطبوخه، فرائع جدا. المهم بنات انا غادي ندير الوصفه، كنظن انني قلت لكم كل شيء. وبالنسبه لداكشي الطبيعي انا قلت لكم كندير البابونج مطبوخ مع شويه ديال القشور ديال الحامض. صراحه كنت ندير سل بيره ديال الشعير كنزيد من غير الكول، من طبيعه الحال بيره سون الكول راه كتباع. كاينه البيره اللي فيها الخميره ديال البيره اللي زوينه حتى للشعر، البنات راه زوينه تيديروها الالمان بزاف، كيخويو البيره على شعرهم غير بوحدها وكيخليوها واحد 3 سوايع وكيغسلو شعرهم، كتقوي الشعر لحقاش فيها الخميره وغنيه الخميره بالبيوتين، يعني راك بحال دايره واحد الفياله من الفيالات اللي غاليين وداكشي. المهم بنات انا غادي ندير الوصفه بعدا على وجهي باش تهنى واحد شويه من البلابلا مع كثرت الهضره. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا درتها على عنقي لحقاش العنق ديالي كيف ما كتشوفوا ولا كله اسمر بالشمس. المهم كيف بحال هكا انا هاد الوصفه صراحه كتعجبني بزاف بالدقيق ديال الزرع لحقاش تنشوف النتيجه من اول استعمال، تنشوف الوجه ولا فيه نضاره اكثر. الا بغيتو تخليو حتى ينشف وتبقاو تقوميو به بحال هكا تقوميو به واحد شويه عاد تغسلو وجهكم، لما كنتوش درتو القماش في الاول اولا التقشير في الاول فممكن ديروه. بالنسبه اشنو غادي ندير من مورا هاد الماسك هذا، المهم غادي نغسل وجهي طبعا، غادي نخلي واحد 20 حتى 25 دقيقه، غادي نغسل وجهي مزيان منو العنق ديالي. المهم غادي نرش شويه اما بماء الورد حقاش احسن حاجه، لا كنتو يعني واحلين في النوع ديال لي طونر اللي تستعملوا ولا شي حاجه، ماء الورد راه تيطوني فيه مزيان لابو تيطوني فيه لينا البشره، ممكن تستعملوا كماء الورد اما بماء الورد. بالنسبه لماء الورد تلقاوه في الدي ام، هذا النوع هذا من الفيردي حتى هو زوين يعني ما بيهش زوين، تلقى في الفيردو في ترشاش في الدي ام في الماركه ديالهم الفيردي في ترشاشه اللي تسهل عليك الماموريه انك تترشي بحال هكا، ولا كاين ديال واحد الماركه سميتها فارفالا كاينه في مولور حتى هو زوينه، ديك الماركه بصراحه زوينه بزاف. ولا بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره دهنيه طبعا تمسحوا بالطونر اللي يساعد لكم البشره الدهنيه انها ما تفرش دهون اولا باش يعادل لكم الدهون اولا الافراز المفرط في الدهون في البشره. المهم انا تنصحكم ديما بهذا بالاكسترا ديال الهاماميلاس زوين بزاف، وقاش شويه الثمن ديالو حقاش كيتسالى دغيا، هذا ديال الفيليدا بالاكسترا ديال الهاماميلاس، وفيليدا من الماركات اللي عندنا هنا صراحه زوينه بزاف وما تخافوش منها ما عمرها ما تضركم، يعني ما تضركمش لا ما نفعاتكش وما وافقاتكش ما غاديش تاذيك لحقاش التيستي مزيان ومصانعينها مزيان زعما دايرين فيها داكشي اللي كاتبين فيها ماشي مغشوشه الماركه ولا شي حاجه. ولا هذا ديال بيبي هذا ما بقاش البنات انا قلبت عليه ما لقيتوش، هذا ديال بيبي كان زوين بالنسبه للبشره اللي دهنيه وكفيها الحبوب، رانا وريت لكم الاخر ديال الدي ام اللي ممكن تستعملوا في بلاصه هذا. بالنسبه من مورا ما غادي نغسل وجهي كما قلت لكم نمسح بالطونر، باغي نستعمل هاد الامبولات هادو بالنسبه للبنات اللي بغى يدير واحد لاكور انتي ايج اولا واحد بغى يدير واحد الحمايه المده ديال. المهم هنا كاينه امبولات فيهم سبعه تاكور، يعني ديري 7 ايام ديال الكور. كاين هذه الماركه ديال روسمان اللي اسميتها التيرا، وكاينين في الدي ام من الماركه ديال الدي ام اللي اسميتها الناتورا. بالنسبه لهادو ديال روسمان تابعين لروسمان، راكم البنات في المانيا غتكونوا كتعرفوهم. المهم بحال هكا دايرين هما براوات بحال هكا اولا امبولات كتهرسي وكتديري وحده في النهار تدهني بها وجهك، اما من مورا الديرما رولر الا كنتو تستعملوا الديرما رولر ديروا من مورا الاستعمال ديال الديرما رولر اولا من مورا الماسكات اللي كديروا، لحقاش من مورا الماسكات كنحتاجوا لواحد الترطيب شي شويه وكنحتاجوا يعني ان الماسك يزيد يعطينا فعاليه، فكندير واحد الامبولو كنماصيوها مزيان بيدينا فتيكون يعني بيرفكت العنايه اللي درنا. المهم بحال هكا كيف ما كتشوفوا امبوله بحال هكا فيها بزاف ديال الاكستراكت، فيها الورد ديال الاوركيديه وفيها كذلك الهيلاوروم صويري والبيو اوركيديه وفيها نسبه كبيره من الهيلاوروم صويري، وهذه هي مخصصه يعني للبشره اللي تتكون مكتوبه رايف اند انتشبروخس فول هاوت، يعني البشره اللي تتكون رايف البشره اللي تتكون كبيره في السن. انما انا ما كنصحكم ما كاين حتى شي سن محدد باش نعتني براسي، اعتني براسك واخا تكوني مازال صغيره، يعني الوقايه خير من العلاج قبل ما نوصل للتجاعيد، نحمي راسي منهم قبل ما يوليو باينين بزاف. وطبعا ملي غيجيو التجاعيد راه غيجيو ما منهم هروب.
المهم كما قلت لكم هي اصلا يعني الناس اللي ديجا عندهم تجاعيد وشي حاجه، ولكن انا نصح تبداو بهم حتى قبل. المهم انا غادي ندير وحده من مورا ما غنغسل وجهي، وراه كاينين في الدي ام كما قلت لكم من الماركه ديال ان ناتورا، كاينين بانغريديانت اخرين. المهم هذه بالنسبه انتي غيد ولا يعني كترطب البشره، والهيلارونسور اللي معروف انه كيجدد الخلايا وكذلك يعني كيسرح التجاعيد بين قوسين، واخا لا كانوا تجاعيد راه ما غاديش يسرحهم لينا ما غاديش يسرحهم لينا يعني امبوله ولا بدا شي واحد يكذب عليكم شي كذبه. المهم الغزالات ديالي كما قلت لكم غادي نغسل وجهي، غادي نهرس هذه البرا وغندير الطونر، ومن بعد غادي نهرس هذه البرا غادي نماسي بها وجهي مزيان مزيان، وهكذا غادي نكون كملت لاكور ديالي اولا كملت العنايه براسي. وبالنسبه للشعر رانا سبق ليا وريت لكم الماسك اللي تندير ديال البنان ديال غارنيير، راه زوين بزاف ومن باقي في الدوش ولا فين خليته راه وريته لكم في الفيديو السابق، داك ديال البنان تنديرو في الاطراف تيرطب الشعر مزيان راه خرجوا منه مسيريات بزاف. وبالنسبه للشامبو هو هذا. المهم كنتمنى نكون عطيت كاع المعلومات على سولتوني، ونتمنى يكون كان الفيديو ديال اليوم مفيد لكم بالنسبه للبنات اللي تعجبهم الوصفات اللي تعجبهم اكرام ديال سلام غزالات ديالي. اليوم وصفه انا راه ما ننساكمش عمري ما غنساكم، انا عارفه بزاف ديال البنات يعني تتعجبهم القناه القديمه داكشي ديال الوصفات، ولكن البنات راه عطيتكم بزاف عطيتكم بزاف بزاف ديال الوصفات، ما زعما ماشي كاع داكشي اللي تنعرف، انما عارفه بزاف ديال الحوايج اخرين، غير تنكون شي مره باغا ندير شي وصفه اللي ديجا انا شاركتها معكم، تنقول ما كاينلاش غنعاود ندير فيديو فيه نفس الوصفه اللي ديجا شاركتها معكم، يعني شويه ديال الاختلاف هادشي بقاش شي حاجه لا زادت على حدها تتنقلب ضدها تتولي ممله، يعني بقى التنويع. ومن طبيعه الحال انا راه الاشاره لا شي بنت طلبت مني باحترام شي فيديو مخصص او معين على اي حاجه اللي انا نكون يعني بالقدره ديالها ولا عندي لا كاباسيتي انني نديرها ولا لا كاباسيتي انني نقدمها، فعلى راسي وعلى عيني علاش لا. المهم بنات هادشي اللي كاين، كنتمنى يكون كان فيديو مفيد لكم ونكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. تهلاو ليا براسكم بزاف بزاف، واحد البوسه كبيره، وراكم ديما في قلبي ديما في قلبي. باي باي عليكم.